عند أكالاتشن يتاممال تينينيا يهونال يموتال لب أكال تينينيا اندم يهونو لبم تينينيا يهونال أكال اندم يتاممو لبم يتاممال أكالاتشن موتا اندم منلو لباتشن يموتال أكالاتشن تينينيا لمهون يمي غوبتن لأكالاتشن غوجي يهونو بشيطان يميامتو توساكوشن ما سوغر مجالا لبت غوجي يهونو أكالن مي غوبنا غوشن ما سوغر مجالا لبت هلت تنيا أكالن يمي تاكمو مقبوشن ممغا بأسفل لغا أكالاتشن تينينيا لمهون قلت سرعاد لهم أكالاتشن تينينيا لمهون بسلام لمنور بعافية لمنور አካላችን የሚጎዳ ነገር ወደ አካላችን እንዳይገባ ማድረግ ያስፈልጋል እንደዚሁም ደግሞ የሚጠቅምና የሚያጎለብት ነገር አካላችንን መገብ አለበት አንድ አይነት አናሎጂ ነው ያለው ከልብ ጋር ተመሳስሏል ልባችንም ጤነኛ ሆኖ በሰላም ለመኖር ልባችን የሚጎዳ ነገር እንዳይገባብን መጠንቀቅ ያስፈልጋል ልባችን ደግሞ ምግብ የሆነ ነገር ልንመገበው የሚገባ ጠቃሚ ነገር እነኚህ ሁለት ነገሮችን ነው በዚህ ፕሮግራም ላይ ለማንሳት የምወደው አካላችን ጤነኛ ለመሆን ጠቃሚ ምግብ ያስፈልገዋል ጎጂ ነገርን ማስወገድ አለበት እንዳልነው ሁሉ ልባችንን ለልባችን መርዝ የሆኑና ልባችንን በሽተኛ ሊያደርጉ የሚችሉ ከዛም አልፎ ልባችን ሊገልብን የሚችሉ ነገሮችን ማወቅ አለብን መጠንቀቅ አለብን علماءች ابن رجب الحنبلي ان ابن القيم رحمه الله عليه ان امام الغزالي እነዚህን የቀልብ በሽታዎች በተለያየ መንገድ አስቀምጧቸዋል كلهم يسمموا باتشو سموم القلب الأربعة سموم القلب الأربعة عرات يلب مرزو تشالو ما نين يومسو لبون كتقعت لما تبك لبون اندايمو تبت انداي تعمم بات لما درق يمي اسفلقو اندناك اتشو مي اسفلقونا اندان سراتشو كفتن ياتنك اتشو مي اسفلقاتشو عرات مرزو تشالو መርዝ አካላችን ውስጥ ሲገባ ወዲያውኑ አካላችን ይመረዝና ጤናችን አደጋ ላይ ይወድቃል እነዚህ አራት ነገሮች ደግሞ ወደ ቀልብ ከገቡ በጣም አደገኛ ነው የሚሆነው የመጀመሪያው ፉዱል الكلام ትርፍ ንግግር ማብዛት አላስፈላጊ የሆነ ንግግር ማብዛት ሁለተኛው ፉዱል النظر حرام يهونه على اسفلاق ايتان مابزات سوستنياو فضول المخالطة على اسفلاق يهونه مكلاك ألن مابزات عرات تنياو اني مجرشاو فضول الطعام كنك بلاي مقب مابزات اننجي عراتو يكالب سموشناتشو مرزوشناتشو نزي عراتو تليتو وطنجي ونجل باتك علي يكالب مرزنا كالبن يمرزان كالبن لبشتا يدارقال كالزام مالفو لموت يدارقال نالبات استاذ على الله مساحف لي يبشتا يكالب ملكتو وشناس كمتو لنال سنان ابو بنب قلسيونال كالب سيموت دوغمو من جنو ملكتو ميلونم اسكمتو لنال تاكل اللي سيدرق كالب سيدتامم ወደ መልካም ነገር ያለ ተነሳሽነት ይቀንሳል ለወንጀል ለመጥፎ ነገር ሰዎችን ለሚጎዳ አላህን ለሚያስቆጣ ነገር ያለ ተነሳሽነት ይጨምራል ቀልብ ሲታመም ማለት ነው ቀልብ ጤነኛ ሲሆን ደግሞ ለመልካም ነገር ያለ ተነሳሽነት ይጨምራል ለመጥፎ ነገር ደግሞ መጽየፍ ይጀምራል ለዚህ ነው علماءች ምን ብለው ገጥመዋል ابن المبارك عبد الله بن مبارك منالو رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب
وخير لنفسك عصيانها ወንጀልን አይቻለው ልብን ስትገድል ያየሁት ወንጀል ባጠቃላይ የልብ ገዳይ ሆኖ አይቻለው ወንጀልን ማዘውተር ደግሞ ውርደትን ያከናን ባላል ወንጀል በጣም የሚያዘውትር ሰው ከሰው ፊት ሃይባው ይወድቃል ሰዎች አያከብሩትም ዝል ይላበሳል ማለት ነው ወተርኩ ዘኑብ ሐያቱ ልቁሉብ ወንጀልን መተው للب هيوت لباتشن هيوت يمتاغنيو وانجل بمتونا وخير لنفسك عصيانها لنفسه مشالات اسوان ما مس ما وانجل مشالات اسوان متفلقون نجر تقراني مسراتونا مشاله لانت اسوان كتكتل ودو وانجل كهيدك مجر رشاو عدقانو ميهونو مالتنا نبي عليه الصلاة والسلام أنس بزقبو تحريف لها من بلوال فضول الكلام به نققر ما بزاتنا أسمى الكتو لا يستقيم إيمان عبد يعند باريا إيمان أيك أمم أيك أمم حتى يستقيم قلبه لبوك أتسكمي الدرس ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ملاسوك أتسكي الدرس لبوك أتعلمه نبي عليه الصلاة والسلام لبوسك ملاسوس كاستكال سكال تستكاكله لبوا يستكاكلم لبوس كاستكال سكال تستكاكله درس دغمو ايمانو يستكاكلم بل الى حديث لا ابن عمر بزقبوت دغمو لا تكثر الكلام بغير ذكر الله الله انك ما استاوس وچ يونن وري زازات اتبزو على اسفلاغي قيل وقال اندي تبال اندي على اندزي هنا لدنيا والاخره مما يتقم نغغر اتبزو فإن كثرة القلوب فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله يقسي القلوب كالله وجه هنا نققر مابزات لبن يادرك عل كالله زند دقمو الجيق يراحك أو لب مالت يدرك لبن أول الله قال باتشنن يا لسل سلم قال بسي درك عبرو بزونا قريب بلاشا ከሰዎች ጋር ያለን ግንኙነት ይበላሻል ሚስት ከባሏ ጋር ትጨቃጨቃለች ባል ከሚስቱ ጋር ይጨቃጨቃል አብረን ከምንሰራው ሰው ጋር አንጣጣምም ቀልብ ከደረቀ ብዙ በሽታ ነው አብሮ ይዞ የሚመጣው ማለት ነው ዑቅባ ኢብኑ ዓምር ረሱልን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አልኳቸው ይላል ያ ረሱላህ አንተ ያላህ መልእክተኛ ሆይ ማን ነጃ ምን ይሻለኛል እንዴት ነው ነጃ መውጫው ምንድነው በየጠየቀዋቸው አምሲክ عليك لسانك اهم ناسهن طبق وليسعك بيتك بيته يسفع وابكي على خطيئتك بوجه الى الكسال النبي عليه الصلاه والسلام مناسكن ياز طبق على اغباب نغغر اتابزا وليسعك بيتك بيته يسفع ليلى عيب است اتغبا يا راس البيت يبقحل تبقاق بالله نجر وبكي على خطيئتك وانجه لله هلكس من سراه الله زند من يجي يقرب له بلا لراس هلكس قال النبي عليه الصلاه والسلام ثانيو سمي القواچو فضول النظر نو ايتا مبزات حرام ايتا ناس ملكتو دغمو نبي عليه الصلاه والسلام بمسند عند تزجبو منالو والنظره سهم مسموم من سهام ابليس حرام هنا ايتا اجنبيين بسميت مملكت حرام هنا ايتا يا ابليس يتمرز طور نو على النبي عليه الصلاه والسلام فمن غض بصره عين زك ادرجه سو أورثه الله حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم يلقاه الله سبحانه وتعالى يا إيمان تفتنا لبولا ياك أمسوال يا در قلتان يا تفتنا اسك يوم القيامة درس يا قن يوالا نبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم الله عزوال አይናችንን እንድንከለል አይናችንን ዝቅ እንድናደርግ ከተለያየ አይነት حرام ይታ አይናችንን እንድንጠብቅ በተለይ በዘመነ ፌስቡክ
بزمنا يوتيوب ها سويتش يمورال زقطتاچون كورتوبت بفيديو انا بفوتوغراف የሚያስረጭበት ዘመን ላይ አይንን መጠበቅ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው አይሆን እርቃን የሆነ ከስነ ምግባር ውጭ ሆነ የሴት ልጅ ክብር የሚያንቋሽሽ ፊልምና ቪዲዮ ነው ፌስቡክን ይሞላው ዩቲዩብን ይሞላው በሚሊዮኖች ተመልካች አላቸው እንደዚህ አይነት ጸያፍ ፎቶግራፎችና ፊልሞች ናቸው እነኚህ የቀልብ መርዞች ናቸው ያኸዋ በጣም አደገኛ ናቸው ቀልባችንን የመመረዝ አቅማቸው በጣም ከፍተኛ ነው አዲስ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችና ፎቶግራፎች subconscious mind የሚባል ያን ባጢልን የመለየት አቅምን ይሰጣል غض البصر የሚያደርግ ሰው ማለት ነው الله يوفقك ان شاء الله ሶስተኛው መርዝ ጋር ልምጣ እኔ ጋር ናቸው አይደል ኢንሻአላ ሶስተኛው ጋር ደርሻለሁ የመጀመሪያው የመጀመሪያው ምን ነበር? ኡስታዝ አብዱል ፈታህ ነው ተለይ ነገር ከባድ ነው አከ? طيب የመጀመሪያው ምንድን ነው? ፈዱል الكلام ዝም ብሎ ወሬ ማብዛት ሁለተኛው ከአይን ጋር የተገናኘ ነው የመጀመሪያው ከምላስ ጋር የተገናኘ ነው ሁለተኛው ከአይን ጋር የተገናኘ ነው ብላሻውን ሁሉ መመልከት ሐራሙንም ሹብሃውንም ሁሉንም ነገር አይናችን ሶስተኛው ፈዱሩ الطعام ምግብ ማብዛት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فيما رواه احمد من بلال ما ملى ابن ادم وعاء شرا من بطنه عن بسو اقان مدفو قان المولام كهودو يباسل مدفو قان البولام اقان مملات مدفو يميونه لهود كهود يبلته مدفو يلمالو نبي عليه الصلاه والسلام هودن اند مملات مدفو نغير يدل سلازي يسو ليج تنش غورشا غورشاوچ يبقوتال اكالون يمياقوملت قالو جن بلالو يجد مملات علبن كان فان كان لا محاله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه عند ثلثيون لمجب يدرك عند ثلثيون لوها يدرك لميتطاو نجر عند ثلثيا ደግሞ لتنفاش يدرك ሁሉንም በምግብና በውሃ ጥርንቅ አርጎ ሞልቶ ትንፋሽ አጥሯል አንደዚህ والله ይተፈከራል አውሮፓ ውስጥ አንድ ግብዣ ላይ ትልልቅ ሰዎች የተጋበዙበት ግብዣ ላይ እንደውም የሃይማኖት ሰዎችም ነበሩበት ይባላል እንግዲህ ሹክሹክታ ነው ግብዣው በጣም በልተዋል ሰውየው ስቴር ሲወጡ ትንፋሽ አጥሯቸው ሞቱ خلاص ደረጃ ይወጡ ማለት ነው ሰው እዚህ ድረስ ተጨናንቆ መመገብ ሐቂቃ ቀልብን ብቻ አይደለም አካልንም አደጋ ላይ ይጥላል በበኒ አደም ጊዜ በበኒ እስራኤሎች ጊዜ የነበሩ ወጣቶች ዑባዶች ነበሩ ይላሉ ዑለማዎች ጧት ይነሳና አንድ ወጣት ምን ይላል لا تكثروا الطعام ምግብ አታብዙ فتشربوا كثيرا بزو كبلاچو لا تاكلوا كثيرا بزو اتمجبو فتشربوا كثيرا بزو تمجبالاچو فتناموا كثيرا بزو تتطالاچو بزو كتطاچو دغمو فتناموا كثيرا بزو تتنيالاچو بزو كتنياچو دغمو فتخسروا كثيرا بزو تكسرالاچو غفلا يابطال لبن كميادكمونا كميمرزو نغروچ مغب مابزات በተለይ በተለይ حرام እና ሹብሃ ምግብ ደግሞ ከገባ የዛን ያክል ይመረዛል ቀልብን ማለት ዱዓን ምስትጃባ ከሚከለክሉ ነገሮች መሆናቸው የታወቀ ነው ሌላው فضول المخالطه አራተኛው ካላስፈላጊ የሆነ መቀላቀልን ማብዛት ካገኘነው ሰው ሁሉ ጋር መዋል ከተገኘው ሰው ጋር ሁሉ ሻይ መጠጣት መግባት መውጣት ጊዜን ከዛ ሰው ጋር ማሳለፍ ይህም የቀልብ በሽታን ከሚያመጡ ምክንያቶች ናቸው ዑለማዎች ሶስት አይነት አራት አይነት ሰዎች ብለው ይመድባሉ ሰዎች ጋር ባለን ግንኙነት የመጀመሪያው አይነት ሰዎች
በቀንም በሌሊትም የግድ ማግኘት ያለብን ሰዎች አሉ። እንደ ምግብ አስፈላጊ የሆኑ ሰዎች አሉ። እንደ ምግብ ምግብ በቀንና በሌሊት ካላገኘን ምግብ አካላችን ይደክማል አይደል እንዴ? እንደዛ ሁሉ በየቀኑ ልናገኛቸው የሚገቡ ሰዎች አሉ። የምግብ ያክል አስፈላጊ ይሆን እነኚህ ሰዎች ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሚያቀርቡን ዑለማዎቻችን መሻይኾች ወደ አላህ የሚጣሩ ሰዎች እነኚህን በየጊዜው ማግኘት ያስፈልጋል። የምግብ ያክል አስፈላጊ ናቸው። ሁለተኛው አይነት ሰዎች እንደ መድኃኒት ምንፈልጋቸዋል። የመድኃኒት አይነት ደግሞ ምንፈልጋቸዋል መድኃኒት በየጊዜው